هذا تنظيم الأسرة حسب دراسات اللي يعدلوا على أنه يساعد في خفض وفيات الأمهات إلى 30% اللي هو تباعد الولادات. وبالنسبة نحن هون في موريتان نحتسب من أقل دول استعمال مواد تباعد الولادات لحيث تصل النسبة حسب المسح الأخير إلى 14.2%. وبالنسبة للحاجيات الغير ملبات بالنسبة لاستعمال التباعد وسائل تباعد الولادات تخطي 30%. في ذيك الحالة ذوك هذه التحديات اللي عندنا لأن هاي المرة الثانية يعدل هذا خطة العمل اللي الوطنية الخطة الوطنية للتباعد الولادات هذه هو المرة الثانية.